ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كيف ما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الرافيات؟ أليس يغريك ثمان خطر الزنا؟ أقسم بالله العظيم ما تنزل علينا مصائب ولا بلايا إلا لأننا ابتعدنا عن منهج الله سبحانه وتعالى. ما نزل بلاء إلا بذنب. الزاني والزانية في القبر ده بخلاف عذاب الآخرة. في القبر يجعل رب العالمين له مكانا ضيق من أعلى وواسع من أسفل ويعذبه هذا العذاب، ويأتي لهيب النار من مكان عورته عياذا بالله. كلما كاد يخرج انطفأت فورجع فأوقد عليها وأشعلت، وهكذا. فما بالكم بعذاب الآخرة؟ نعم، احضروا الآن رجال ونساء من لين كلام ونسج خيال، من لين كلام ونسج خيال وكثرة وعود وحلف أيمان، فكم من أعراض انتهكت وكم من محارم اقترفت، مصائب وآهات، سوء نية وفساد طوية عند الزاني أو الزانية، سوء نية وفساد طوية، قبائح وأفعال، قلوب بسبب الذنوب عليها أقفال، قبح أعمال، مكر وخداع وكذب وفخاخ، قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الرحمن وأبعدهم عن امتثال القرآن، سيخرجون من دمار إلى دمار، ومن خزي لعار، ومن عار لشنار. فالزنا يحول الجوهرة المصونة واللؤلؤة المكنونة إلى خائنة مفتونة، إلى خائنة مفتونة وسلعة ممقوتة وسيرة ملعونة. بالزنا يلحق الخزي والعار والتشتت والدمار، كأنها أو كأنه مطلي بالقار. الحمد لله أحل لنا النكاح وحرم علينا السفاح، فلم يحرم الزنا فحسب، وإنما حرم القرب منه، غمزة، قبلة، لمسة، نظرة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن الزانية لا تفتح لها أبواب السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء في نصف الليل. قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب السماء في نصف الليل. وينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. هذا كلام رسول الله. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: شيخ زان، شاب ودنا أجله وضعفت شهوته
وبالرغم من ذلك يلهث وراء الحرام شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. اسمعوا يا موحدون، أمريكا الآن فيها 650 مستشفى خاص للعلاج من الأمراض الجنسية فقط. في فرنسا 30,000 بيموتوا بالأمراض الجنسية. في السويد ربع المواليد زنا. أصبحنا نتكلم في مصر على التحرش الجنسي، فضائيات، وهناك من يدافع عن الدعارة. ساءت الأخلاق وضعف الإيمان، انعدمت المروءة، وؤدت الفضيلة، قتل الحياء، انهارت الأسر، فسدت البيوت، ضاعت الأولاد، وجد اللقطاء، ووجد أولاد الحرام، حيوانات وطيور تأبى الزنا، تأبى الزنا وتأبى الفاحشة، وهناك من يتمتع بالحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الزنا دين، إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجداره. لو كنت يا هذا لبيبا فافهمي. احذر أيها الشاب، احذري أيتها الفتاة من جريمة تسقطك من عين الله، والله العظيم سيعلوك الهم. شاب من الشباب بكلامه المعسول فتن فتاة وكانت في الدراسة في سن العشرين بكلمات معسول، كلمات يقولها لهذه وتلك. وقعت الفتاة في شباك حبه المزعوم وعشقه الموهوم، وحدث ما حدث حتى فجر بها وحملت منه. فلما أخذ ما يريد ألقاها، ألقاها بعدما يفعل معك ما فعل. ما أنت إلا سلعة متاحة وكلام مباح، ستتحولين إلى سيرة ملعونة وخائنة مفتونة يا مضلة الشباب ويا مضل الفتيات يا ذئب. الله يراقبك، الله لن يتركك، الله فوقك. وإن اختفيت عن الأعين الذئاب، احذر، احذر الزنا، احذر الزنا. ولو كنت عابدا تقيا وصل الزنا إلى الوقوع بالمحارم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أتكلم عن واقع بعيد، أخ مع أخته وأب مع ابنته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ ما الذي وصلنا إليه؟ هذه الديمقراطية، هذا التمدن، هذه الحضارة، هذا ما يريدون؟ الحيوانات ما تفعلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزنا تشتعل وجوههم في النار. حينما يكون الإنسان مع الله يحميه. لماذا وقعت في الزنا؟ لأنك لست مع الله. لماذا وقعت في الزنا؟ لو كانت مخلصة لنجاها الله. تريد أن تبتعد؟ برضو بتنزل. أريد أن أبتعد؟ بتدخل على النت والمواقع الإباحية. أريد أن أبتعد؟ والصور والمجلات. أريد أن أبتعد؟ واللقاءات. كيف تبتعد؟ أنت كذاب. لو أردت، لو صدقت، لو صدقت فيما تقول لقطعت كل هذا ولجأت إلى الله. اتق الله في نفسك، إيمان، توبة، تذكر للآخرة، التأمل في قصص الصالحين، التأمل في قصص الصالحين، العودة يا رجل للشريعة، ذكر الله، يبقى اللسان كده بيذكر القرآن الكريم. احذري أيتها الفتاة من الذئاب،
واسمعي لهذه الفتاة التي بعد أن وقعت فيما وقعت تنصح أخواتها وتقول: إليك أختي المسلمة، إليك أختي المسلمة، أحكي حكايتي الحزينة بالحروف المؤلمة، فتأملي وتعقلي وتجنبي ما قد جنيت من الذئاب الآثم، وقفي ولا تتعجلي، وبهدي ربك فاحملي قلبا وروحا عازمة. صدقت معسول الكلام. وانت ترضى لأمك؟ أترضاه لأختك؟ لعمتك؟ ترضى في أهل بيتك؟ طب ليه بتضحك على البنات؟ صدقت معسول الكلام، وخذرتني في الليالي كل همسات الغرام، فلا أنام ولا أنام، يجري ورائي في النهار وكل حين في الظلام، يرجو لقائي في الحلال كما ادعى لا في الحرام، ولأنني صدقته أصبحت أحلم أنني قاربت تحقيق المرام، وضعيفة صدقته وخجولة رافقته، وفي ليلة مشؤومة كل الحياء فقدته، وسقطت في ضرب الرذيلة أبكي عفافي والفضيلة، وسقطت في ضرب الرذيلة أبكي عفافي والفضيلة. ثم تقول: شرفي تحطم فاحذري يا أختي كي لا تكسري، شرف العفيفة كالزجاج وعرضها كالجوهري، شرف العفيفة كالزجاج وعرضها كالجوهري. خاف الله، اتق الله، الله يراقبك ويدون كل شيء عليك. يا من وعدت الفضيلة، يا من قتلت الحياء، يا من أفسدت البيوت، يا من انهارت الأسر بسببك، يا من أضعفت المجتمع، يا من نشرت الأوبئة، يا من تساعد على انتشار الأمراض، اتق الله جل جلاله، واعلم أن هناك يوم ستحاسب فيه بين يدي الله، فتب واندم قبل لا ساعة مندم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة